يعطيك العافية. الله يعافيك. طمني شو صار معك؟ ما عجبني زبون. لك ليش؟ طلع بيشتغل تاجر خرطة، يعني حديد عتيق وإزاز مكسر وكرتون وحنفيات مصدية. طيب انت شو بدك فيه؟ شو رح تتجوزه يعني؟ ان شاء الله يكون شو ما كان يكون. لك شو الحكي هذا يا ميسون؟ يعني معقول انا سكن ببيت اهلي، بيت العز والحسب والنسب، بيع خرطة؟ بكره بكون بارض الديار محل ما كان يقعد ابي جنب البحره، حديد مصدي واناني فاضيه وبلاستيك مكسر. على هالحاله بعمرك ما رح تبيعه للبيت. انا يلي بدي افهمه انه بس هدول يلي بيطلع بايدهم يشتروا بهالايام، بس هدول. الو، اهلين ابو عجاج. ولك يا اخي شو هالزباين اللي عم تدبر لي اياه هون؟ يعني منين بتنكشهم هدول؟ لا بس كل واحد اسوأ من الثاني. نعم، زبون جديد بس اكيد منيح. لا تعذبني الله يرضى عليك، ماني فاضي ضيع وقت. ما لك شو بيشتغل؟ غريب. طيب امتى انت قلت له الموعد؟ الساعه 12. ايه ماشي الحال، بلاقيكم الساعه 12 على باب البيت. الله معك، مع السلامه. نطول الغداء؟ لا لا يلا يلا. يا صاحبي البيت ما بينحكى عليه بلوب هيك؟ ماشي حاله ماشي حاله. يعني عجبكم ان شاء الله؟ انا رح شابر شركاتي وبكره بدي لك خبر. خاطركم. مع السلامه. الله معك، مع السلامه. الله معكم على ساف بيك. دخلك شو بيشتغل هذا؟ والله ما بعرف بس مبين عليه هيك يا زلمه اكابر كثير ولاش. يعني طلبكم زينه، طلبكم على المكتب. ماشي شرف.